فلت منها ابن الايه. عمل ايه؟ هو اللي بلغ البوليس بنفسه وقال في النيابة ان الواد دخل عليه بغرض السرقة والقتل. قال ايه؟ عشان كان عاوز يطرده من المصنع. وما قالش عني حاجة؟ ولا كلمة. وطبعا شهادة كل اللي موجودين في الفيلا أكدت كل كلمة قالها، إن الواد ماجد كان لوحده جوه الفيلا. بس ده كان كده ممكن يلبسك قضية. واللي أنا مستغرب له إن كاميرات المراقبة اللي موجودة جوه الفيلا أكيد صورتك وأنت داخل بالواد. وطبعا قال لهم إن الكاميرات ما صورتش حاجة. بس أنا عاوز أفهم هو عمل كده ليه؟ عشان هو عايزني ابقى بره، مش عايزني ادخل السجن. ليه؟ اكيد بيحضر لي حاجه. ربنا يستر. اتفضل. ايه ده؟ ده ملف في كل حاجه عن حسن رشوان، من اول ما اتولد لحد نوع الاكل اللي بيدخله له جوه السجن. علشان كده انت احسن محامي في مصر. امال رحيم؟ نفسي هفتني على كوبايه شاي ميري، قلت اشربها معاك. ايه اللي جابك يا رحيم؟ أقول لك وإحنا بنشرب الشاي. أنت خلصت قصات الشقة دي ولا لسه؟ لو جاي عشان تعطل وقتي، باب الشقة لسه مفتوح. اطلع بره. ما تفهمنيش غلط. علشان أفهمك صح. وعارف إنك أنت طول عمرك عادل ومالكش في الشمال. عايز يا رحيم؟ سبت الملف بتاعي ليه؟ وانت عرفت منين؟ دالي لما جات لك انت بنفسك قلت لها انك سبت الملف. معلومة زي دي ما تخرجش من عندك بالسهولة دي الا لو كان غرضك انها توصلني، مش كده برضه؟ هو ده اللي انت جاي عشانه؟ برضه ما جاوبتش على سؤالي. اسأل حبايبك في الوزارة. للأسف كل حبايبي اللي في الوزارة لسه ما خرجوش من السجون. حلو. انت بقى خرجت ليه؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما اعرفش. مش على الكلام ده رحيم. صدقني انا جاي لك عشان افهم. انا اصلا مش فاهم حاجه. حلو، ما تجيب اللي عندك وانا احط اللي عندي ونفهم سوا. مينفعش. مش انا اللي احط ايده في ايد واحد زيك يا احمد باشا. افهمني، العقل بيقول ان انا وانت عمرنا ما نكون في صف واحد. واللي بيحصل من يوم خروجي من السجن لحد اللحظة اللي احنا فيها دي ملوش دعوة لا بعقل ولا بمنطق. علشان كده تعالى نقعد ونتكلم وتقول اللي عندك واقول اللي عندي، يمكن نفهم. ولما نفهم ارجعك السجن تاني. اهو مثلا. ايه؟ مش هنشرب الشاي بقى؟ عيني. كل اللي انت بتقوله ده يودي لسكه واحده، اللي ورا خروجك من السجن هو اللي عايز يوصل ل 700 مليون. انت شايف لها معنى تاني غير كده؟ مش انت بتقول ما تعرفش حاجه عن الفلوس ولا تعرف هي فين؟ انا مش مصدقك. طب انا لو بكذب هجيلك ليه؟ ما انا عارف انك انت سبت القضيه. هقول لك كل المعلومات دي ليه واكشف نفسي قدامك. كنت فضلت مخبيها اسهل بكتير من الكذب. عشان انت متاكد ان انا هوصل لها كده كده. وبعدين ما تقنعنيش يعني ان واحد يعمل معاك كل ده لو ما كانش متاكد 100% انك انت اللي خدت الفلوس. ده عمل اللي اكتر من كده مع الثلاث محاسبين اللي كانوا شغالين معايا، وطلع في الاخر معاهمش حاجه. مش انت اتاكدت بنفسك لما مشيت وراهم؟ ممكن تكون انت اللي عملت كده عشان تداري على موضوع السرقة. هقتل ثلاثة وأنا جوه السجن؟
على الأقل كنت حميت أهلي وفلوسي بدل السرقة اللي حصلت فيهم. أنا زرت يونس عبد الحميد في السجن. يا حبيب قلبي الملك، أمانة تسلم لي عليه لو شفته تاني. كل الناس بتحبك يا رحيم. دي نعمة من عند ربنا. بس هو بيقول اللي عمل كده مش حد من زباينك لقدام، ده حد وقعت المعلومة قدامه وعايز ياخد فلوس لنفسه. والحد ده من عندكم؟ خدني على قد عقلي يا أحمد بيه. واحد بيقول إنه انتحر، والتاني خبطته عربية، والتالت اختفى، وبعد ما اختفى لقوا في إيميلاته رسائل تهديد وورقة من الورق اللي اتسرق مني بعد ما اتسجنت. مين بقى اللي في إيده يحول جريمة قتل لحادثة انتحار؟ ومين كمان اللي في إيده يقبض عليا ويسجنني في عز الوقت اللي سجون البلد فيه كانت مفتوحة على البحر؟ يوم ما أخرج تيجيلي رسائل تهديد على موبايلي كأنها كانت خطة مرسومة من قبل ما أخرج. وإنت جاي لنا بقى عشان أدور لك على الحد ده عندنا؟ إنت إيه رأيك؟ رأيي إنك جاي لي عشان تلهيني وأنزل من على دماغك بعد كبسة السلاح. طول ما إنت شايفني وحش كده يا أحمد باشا عمرنا ما هنتقدم خطوة لقدام. عايزني أشوفك إزاي يا رحيم؟ إنت راجل حرامي، سرقت فلوس البلد وهربتها بره. يا باشا أنا كنت بنفذ طلبات أصحاب البلد. أصحاب البلد دول مين؟ أصحاب البلد هم اللي عايشين هنا وشقيوا وتعبوا وفي الآخر اتسرقوا. ويا باشا هم الناس اللي بيحكمونا دول جايين من إيه؟ نزلين علينا من السما؟ ما هم من الناس دي. يا باشا حوار غسيل الأموال ده موجود في العالم كله. عندك أمريكا مثلا يوم ما احتلت العراق لقيت نفسها قدام فلوس متلتلة وذهب وبترول، فحبت بقى إنها تدخل الثروة دي جوه اقتصادها. بس ما ينفعش إنها تاخد الحاجة دي وتحطها عندها كده على طول من غير لائحة ولا دستور. لازم الكلام ده يتم بشكل رسمي. أم عملت إيه؟ قالت لك أعمل إعمار العراق وأنشر الديمقراطية فيها. فجابت مستثمرين ورجال أعمال، والناس دي جابت مستشارين، والمستشارين دول جابوا خبراء شكلوا لجان، واللجان دي جابت خبراء، ومن هنا الفلوس اتغسلت والكل اتحين. ومعلومة يا باشا، لما تلاقي شغلانة كتروا فيها المستشارين والخبراء اعرف على طول ان فيها غسيل اموال. الفرق بيني وبين امريكا ايه بقى؟ ان انا ما كنتش بشتغل رسمي، عشان كده دخلت السجن. الله، وهتدخل السجن بس اصبر. واضح يا معالي الباشا انك انت بتكرهني. بيقولوا المشاعر لما بتخش جوه الشغل بتبوظه، وخصوصا شغلنا. شغلنا؟ شغلنا. ما انا وانت بنشتغل في نفس السوق، احنا بنكمل بعض يا باشا. انت من غيري مش هتلاقي شغل، وانا من غيرك اشتغل احسن صراحه. انا عارف يا حاج هدايا ان انت لسه زعلانه من اللي حصل للبضاعة بتاعتك في السلوم. لا زعلانة دي كلمة حنينة يا حبيبي. أدهم أبو وردة الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت دماغه، ما كانش ليه ذنب في موت عزة وجوزها زمان. أمال مين؟ عصفورة أبو وردة. عصفورة؟ داليا. داليا مين؟ داليا دي مرات عماد وخطيبة رحيم القديمة. والكلام ده تعرفه من أمتى؟ إيه ده بس يا عمهم، وأنا هقريك على كل حاجة. صحتك أبو وردة، محتاجينك يا غالي.